راديو نيل. والقصة اللي معنا دلوقتي هتكون عن منتخبات بهنة، ومنتخبات بهنة مش منتخبات بقى كرة قدم ولا كرة يد ولا كرة طايرة ولا الكلام ده كله، لكن منتخبات بهنة دي شركة مصرية كانت بتنتج وبتوزع الأفلام السينمائية من أكتر من 90 سنة، تراث فني بمعنى الكلمة، شارك في نشر بقى ثقافة بلدنا في كل الدول العربية من المحيط للخليج. ويعني لو عايز الوصف بقى الحقيقي للموضوع ده هيكون من غير جدال كنز فني وتراثي وحضاري كمان للبلد دي. خلوني الأول كده أقول لحضراتكم إيه اللي فكرنا ببهنة دي، وبعد كده نحكي مع بعض الحدوتة إن شاء الله. أولا اللي فكرنا بيها إن وزيرة الثقافة ووزيرة التضامن الاجتماعي امبارح وقعوا بروتوكول تعاون علشان تستفيد بقى أو نستفيد من شركة منتخبات بهنة دي. واحد هنا ممكن يسأل ويستغرب في نفس الوقت، الله، وزيرة الثقافة مفهوم إن هي يعني مسؤولة عن التراث ومسؤولة عن السينما والكلام ده كله، لكن وزيرة التضامن الاجتماعي أصلا مالها ومال القصة دي؟ أقول يا سيدي صبرا أنا جاي لك في الكلام. القصة إن الشركة دي دخلت كتركة في بنك ناصر الاجتماعي لأنها في الستينات كان تم تأميمها يعني، وبدل ما تفضل بقى مقفولة وجواها تاريخ فني عظيم بمعنى الكلمة لبلدنا، فعملوا الاتفاقية دي امبارح، واللي بيها وزارة الثقافة إن شاء الله هتفتح مقرات الشركة دي، هيشوفوا أرشيف السينما اللي موجود جواها، طبعا الأرشيف النادر بتاع الأفلام التراثية القديمة هيشوفوه بمتخصصين من وزارة الثقافة، هيحصروا الأفلام دي ويأرشفوها، والأفلام اللي محتاجة بقى تترمم أكيد هيرمموها في نفس الوقت، وبعد كده يسلموها لوزارة الثقافة كوديعة علشان تحافظ عليها وفي نفس الوقت تنشرها بعد كده. حد يقول لي طب والورثة؟ أقول له هيتحافظ لهم على حقوقهم طبعا، بس أهم حاجة إحنا نحمي الأفلام والتراث اللي ملوش تمن، ملوش زي، نحميه من الضياع. في أفلام ممكن ما يكونش ليها نسخ تانية أصلا، ولو حصل لها أي حاجة يبقى إحنا كده خلاص فقدناها بشكل نهائي، علشان كده كان لازم بقى التدخل السريع في القصة دي. طيب منتخبات بهنة دي موجودة فين بالظبط؟ هتلاقيها موجودة يا سيدي في اسكندرية في شارع اسمه شارع الصحافة، بس ده الاسم القديم بتاع الشارع، الشارع دلوقتي اسمه شارع الكنيسة المارونية. المبنى اللي موجودة فيه اتبنى مش في شهر بقى ولا شهرين ولا في سنة ولا سنتين، ده بناه مهندس إيطالي في 12 سنة، حاجة كده يعني تراث هو كمان. وبهنة ده اسم عيلة عراقية هجرت من العراق وجات استقرت هنا عندنا في بلدنا واشتغلت في السينما المصرية. لو دورت شوية بقى علشان تشوف الأفلام اللي هي شاركت في إنتاجها أو في توزيعها جوه مصر أو برا مصر، هتلاقي حاجات أفلام مشهورة جدا ويمكن كمان من علامات السينما المصرية، لكن في نفس الوقت ممكن تسمع عن أفلام هتلاقيك لأول مرة تسمع عن أسماء الأفلام دي ما سمعتش عنها قبل كده. يعني مثلا أنا عن نفسي أول مرة أعرف أننا عملنا في مصر فيلم عن كليوباترا. منتخبات بهنة هي اللي وزعت الفيلم ده طبعا غير فيلم كليوباترا الفيلم العالمي بقى اللي مثلت فيه إليزابيث تايلور، لكن مع الأسف ما شفناش الفيلم المصري أصلا زي ما شفنا الفيلم الأجنبي. تستغرب كمان لما تعرف أننا أنتجنا فيلم عن صلاح الدين الأيوبي، الكلام ده كان سنة كام؟ كان سنة 41، وده غير خالص بقى فيلم الناصر صلاح الدين اللي هو بتاع أحمد مظهر واللي خرجه يوسف شاهين، فيلم تاني خالص. أهو فيلم صلاح الدين الأيوبي بتاع منتخبات بهنة ده مثل فيه محمود المليجي وكمان أنور وجدي، تراث مع الأسف أغلبنا ما شافوش ولا نعرف عنه أي حاجة، أشبه بخبيئة كنز ثقافي وكان لازم بقى بأي شكل إن احنا نحافظ عليه. لو جيت بقى تبص للأفلام المشهورة اللي احنا كان لينا حظ ان احنا شفناها في التلفزيون في اي قناة من القنوات، هتلاقي مثلا فيلم الزوجة السبعة بتاع محمد فوزي وماري كويني، هتلاقي فيلم شط الغرام طبعا بتاع ليلى مراد، هتلاقي فاطمة وماريكا ورشيل من اجمل الافلام اللي ممكن تشوفوها، هتلاقي فيلم علي بابا والاربعين حرامي طبعا بتاع علي الكسار، وكمان فيلم تاني اللي هو سلفني 3 جنيه بتاع برضو علي الكسار، كمان هتلاقي فيلم تمر حنة بتاع رشدي أباظة وبتاع نعيم عاكف، هتلاقي فيلم لسانك حصانك بتاع شادية، وكل كوم بقى
وأفلام إسماعيل ياسين كوم تاني لوحدها، لأنها عدد كبير جدا 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 من الأفلام اللي كانت مسؤولة عنها منتخبات بهنة أو شركة منتخبات بهنة. يعني مثلا هنلاقي فيلم مملكة النساء، هنلاقي فيلم العمر واحد، هنلاقي فيلم دستة مناديل، فيلم حرام عليك، هو عمل حرام عليك وعمل حلال عليك، عمل فيلمين اتنين بالشكل ده والشكل ده. هتلاقي فيلم إسماعيل ياسين للبيع. أنا أول مرة أسمع عن عدد كبير من الأفلام دي مع الأسف. وعلشان كده خطوة الحفاظ على شركة بالشكل ده مهمة جدا، والأهم من الحفاظ عليها بقى لأنها تراث فني لبلدنا الأهم. وأتمنى طبعا من وزارة الثقافة أنها ما تكتفيش بس بقى بالمحافظة على الأفلام دي على الأرفف اللي موجودة في الوزارة في أمان وخلاص، لا، عايزين نطلعها، عايزين ننسخها، عايزين نوزعها، عايزين أجيالنا الجديدة تعرف تاريخنا الفني اللي لحد النهاردة ما نعرفش جزء كبير منه. قوتك النعمة الكبيرة في السينما وفي الدراما وفي الموسيقى وفي الألحان حقيقي بيحسدنا عليها كتير جدا من الدول من حوالينا. الحفاظ عليها واجب أصيل عشان تعرف أجيالك الجديدة إن البلد دي عظيمة. ولما تقال عليها هوليوود الشرق حقيقي ما كانش أبدا من فراغ. اليومين دول مع كمال ماضي من الحد للأربع من 1 لـ2 الظهر على نغم FM.